القسم التاسع، طلب العناية الطبية، أهمية التشخيص والعلاج. هل تشكون في إصابة شخص ما بالحمى القرمزية؟ لا تترددوا في طلب العناية الطبية. يمكن للطبيب تشخيص الحمى القرمزية عن طريق فحص الطفح الجلدي والأعراض الأخرى. قد يأخذون أيضاً مسحة من الحلق لتأكيد وجود كتيريا المكورات العقدية من المجموعة A. التشخيص المبكر أمر بلغ الأهمية للعلاج الفعال. مع العلاج بالمضادات الحيوية الفوري، تشفى معظم حالات الحمى القرمزية بسرعة وبدون مضاعفات. تجاهل الأعراض أو تأخير العلاج يمكن أن يكون له عواقب وخيمة وطويلة الأمد. القسم العاشر، الحمى القرمزية في العصر الحديث، العلاجات والنتائج. بفضل المضادات الحيوية، لم تعد الحمى القرمزية المرض المرعب الذي كانت عليه في السابق. تخيلوا دورة بسيطة من المضادات الحيوية، تؤخذ عن طريق الفم، تقضي على البكتيريا بشكل فعال وتخفف الأعراض. يتعافى معظم المرضى تماماً في غضون أسبوع أو أسبوعين. ومع ذلك، من المهم تناول دورة المضادات الحيوية الكاملة حسب التوجيهات، حتى لو تحسنت الأعراض في وقت أقرب. هذا يضمن القضاء على جميع البكتيريا ويقلل من خطر حدوث مضاعفات أو تكرار الإصابة. القسم الحادي عشر، الخاتمة. البقاء يقظين تجاه خطر الحمى القرمزية. على الرغم من أنها لم تعد تشكل التهديد القاتل الذي كانت عليه في السابق، إلا أن الحمى القرمزية تعد تذكيراً صارخاً بأهمية اليقظة والتدابير الوقائية. من خلال فهم الأسباب والأعراض وطرق الانتقال، يمكننا حماية أنفسنا وأحبائنا بشكل أفضل. تذكروا أن الكشف المبكر والعلاج هما مفتاح الشفاء السريع والكامل. من خلال البقاء على إطلاع واتخاذ الإجراءات الاستباقية، يمكننا إبقاء خطر الحمى القرمزية بعيداً.